لا لا كفاية كده. بتقول ايه؟ بقول كفاية كفاية يا نزار، وجايز هو ده اللي كان لازم يحصل. يعني ايه يا سامي؟ انا مش فهماكي. من حق عبد الرحمن يعرف حقيقة الست اللي هيتجوزها ويقرر بعد كده هيعمل ايه. انا معاكي، بس لو كان بيحبك صحيح هيسامحك. انت عملتي كده عشان تنقذي حياته. يا نسرين انت ما تعرفيش عبد الرحمن، في حياة عبد الرحمن حاجتين هما اهم حاجتين في حياته، حبه لسامية وحبه لوطنه. في وقت من الاوقات كان حبه لسامية وحبه لوطنه حاجة واحدة، لكن دلوقتي أمكن نزار أكيد رؤوف هيقوله الحكاية بطريقة تانية خالص، لازم إحنا اللي نشرح له. أيوة أنا أروح له دلوقتي. سامية إيه رأيك؟ أيوة يا نزار روح له، احكي له كل حاجة. حاسب على اللي فات، تعالى نعترف بالذنب، نروح بالسر يمكن تقصر المسافات، ونرتاح من الألم يا حاسب على النفاق، تعالى نعترف بالذنب، نبوح بالسر يمكن تقصر المسافات، ونرتاح بالألم يا قلب. كفاية اسكت على اللي كان، صبر في الإمكان، كفاية سكوت على اللي كان، ما عادش الصبر في الإمكان، وأحسن لينا نتباعد ونفضل ذكرى كان يا مكان في قصة حب. تعال يا قلبي حاسب. يا حبيبتي يا سامية، 3 ساعات دلوقتي ومحدش جه، قلبي معاكي قاعدة لوحدك في الركن، مثبتة عينيكي على لوحة زهرة المارجريت، حلم حبك زي ما تكوني بتستني حكم محكمة، حكم فاصل بين الحياة والموت. تعال يا قلبي، تعال يا قلبي نتحاسب، تعال تعال يا قلبي. جم أونكل نزار لوحده؟ أيوة وحدي. والأستاذ عبد الرحمن؟ سامية أنا معايا جواب ليك. جواب؟ كنت مستعدا يا سامية أن أغفر لك كل خطأ في العالم، كل خطأ دون استثناء، ولكني حقا لا أستطيع أن أنسى جثث 3 من أصدقاء النضال، ستكون دائما بيننا. عبد الرحمن. إيه يا سامية هتعملي إيه؟ هتهربي تاني؟ هفضل هنا هعيش أستنى
من عارف جايز في يوم في سنة ينسى، جايز يفهم قد ايه حبيته ويسامح، جايز يقدر قد ايه اتحسبت وقد ايه عذبني الزمن ويسامح. هعيش على اللحظة دي حياتي كلها، مين يعرف، يمكن يمكن يمكن. بلاش يا قلبي ما تصدقش أفكاري، ما تمشيش الطريق الصعب، عذاب الحيرة أهون من عذاب ناري ومشواري في ليل بلا حار. بلاش يا قلبي ما تصدقش أفكاري، ما تمشيش الطريق الصعب، عذاب الحيرة أهون من عذاب ناري ومشواري في ليل بلا حار. حبيبي الحيرة وخداني في بحر ألم ورمياني، حبيبي الحيرة وخداني في بحر ألم ورمياني، وخوفي عليك بيبعدني وحبي يردني تاني، لم نعلم جواري لكم.